وجودنا اليوم في هذه المناسبة اللي مناسبة محطة نضالية هامة في مرحلة فاصلة بلغ فيها الاحتقان والغضب في الجسم المهني إلى أعلى مستوياته بعد الإحساس أن المهنة مستهدفة وأن الاختصاصات تسحب اختصاصا بعد اختصاص، لا سيما هناك سابقة مع وزارة الاقتصاد والمالية أن دائما القانون المالي هو الذي يسلب السادة العدول اختصاصات أو كلها لهم القانون والقوانين أيضا لمنظمة العقار وتلقي وتحرير العقود المتعلقة بها والمعاملات المنصبة عليها، إلا أن القانون المالي سجل سابقة سلبية في سنة 2010 من خلال المادة 93، أكدها في 2020 من خلال المادة 63، ثم كرسها في المادة 8 للفروع القانون المالي لسنة 2023. السادة العدول حاولوا التواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال هيئتهم الوطنية، وتمت مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية وأيضا الوزارة المنتدبة المكلفة أيضا بالميزانية من أجل فتح حوار لتدارك هذا العيب الحاصل في المادة 8 التي نعتبرها مادة لا دستورية خارقة للضمانات الدستورية، أيضا تضرب مبدأ العدالة الجبائية والتشريعية، أيضا تكرس الريع التشريعي، تكرس الفئوية في القانون بدلا من أن يكون القانون قانونا عاما يبقى في حدود اختصاصاته، لا سيما أن قانون المالية اختصاصه يتعلق أساسا بالموارد والمصاريف ولا يجب أن ينصرف إلى ما هو متعلق بتنظيم تحرير العقود المتعلقة بالعقار، لأن هذا اختصاص القوانين الخاصة بالمهن وأيضا القوانين العقارية المختلفة. الوقفة اليوم كانت مقررة، هناك وقفتان، وقفة أولى أمام باب البرلمان مساء، عفوا الوقفة الثانية مساء، ثم الوقفة الأولى كانت ستكون أمام وزارة الاقتصاد والمالية صباحا، لكن الذي حصل أنه رغم إشعار السلطات المحلية بالوقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية لم يتم الاتصال بالهيئة لإخبارها بالمنع، ولكن فوجئنا بإنزال أمني هذا الصباح ومنع اخبارنا بالمنع من عوادي الوقفه. اليوم احنا كنتواجدوا امام البرلمان من اجل يعني التعبير على التنديد ديالنا بهذا الاقصاء والتهميش الذي تتعرض له مهنه التوثيق العدلي، مهنه خطط العداله اللي في قانون الماليه، مشروع قانون الماليه 2023 جاء في الماده الثامنه اقصاء للسيدات والساده العدول، وكنستنكروا هذا الميز التشريعي ونطالب بعداله تشريعية تساوي بين المهن المتخصصة في التوثيق.